يا جماعة الله قال من يشفع شفاعة حسنة يعني عمل صالح يكن له نصيب منها، بينما قال ومن يشفع شفاعة سيئة عمل غير صالح يكن له كفل منها. وسمي صالح العمل صالح لأنه يصلح على العرض على الله، وغير صالح لا يصلح على العرض على الله. طيب شو الفرق بين النصيب والكفل؟ النصيب هو شيء غير محدود مطلق، بينما الكفل هو الشيء المحدد. فالنصيب قال الله جل جلاله من يشفع شفاعة حسنة، فأنت لما تعمل حسنة لك 10 أمثالها، لأنه الله قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، فيمكن أنه الله سبحانه وتعالى يضاعف لك إلى 700 ضعف. بينما الكفل هو الشيء المحدد المقيد، فأنت لما تعمل شيء سيء بيحسب لك سيئة واحدة. قال الله جل جلاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أسأل الله جل جلاله أنه دائما نعمل الحسنات، والله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم.